Good morning, my dear professors and colleagues. This is our weekly primary PCI auditing review. Today we have some cases that was done the first week of September 2022. Starting with summary of the week, in the period that the case lab was working, we had five STEMI cases that was admitted for primary PCI strategy. All underwent successful PCI. And all were discharged in a good health. We will start with the first case with Dr. Sharif Riz. We'll start with the clinical data. A male patient, 47 year old, known to be diabetic on insulin and hypertensive. And he presented with a typical chest pain of 2 hours duration, and he was vitally stable. This was his ECG. Showing ST elevation indeed in anterior ingoing ST elevation. Actually, it's not very evident. It may be evident in lead one and AVL with reciprocal ST depressions in the inferior leads. بشويه هو افقري هو كان المفروض داخل يعمل حاجه في الـ في الـ في الافثرمولوجي ديبارتمنت وبعدين اشتكى من تشست بين اي ثينك ده اي سي جي اولاني في اي سي جي ثاني ابتدى يبان اس اليفيشن في بي 1 في في 5 وفي 6 ما اتذكر ممكن بس هو ده الاي سي جي الصراحه اللي قدرنا كان بيشنت خرج بعدها على طول اوكي هو الاي سي اليفيشن زادت في في 5 وفي 6 وكانوا واضحين جدا كان خلاص يعني Okay, who are presented at 3:30 p.m. Fallon severe chest pain. The angio. This was his angio showing the left main looks fine, but the distal common disease, so mainly affecting ostium tarsoid or proximal part of the LED. Or the and then a thrombus affecting the bifurcation. بتاع ال LED diagonal وفي big diagonal طالع من ال LED وكنت شاكك ان هو يكون mainly affecting ال diagonal بس other views بينت ان هو affecting كمان mainly ال LED و extending the diagonal. هنا بان ان في ال ostium بتاع ال LED ممكن يكون في يعني landing zone ممكن اقدر اعتمد عليها عشان ما كنتش عايز اخلي الموضوع يبقى complex قلت اشوف بعد البالون دايلكتيشن واحط تو وايرز الاول لانه في ثرومبس باين عند البايفوكيشن بتاع ال LED diagonal big diagonal بس الديزيز اكستندنج بيوند اكتر ومور ولونجر في ال LED. يس. ده باين حتى في ال RU premium view. فالاستراتيجي كان ان هو نحط تو وايرز وده ال RCA completely normal. ما لناش وقت عشان نخش على طول على ال LED diagonal. Strategy we can minimize the stenting as much as possible, especially عين كان يمكن ماشي بالاوستيوم بتاع السيرك ده بقاله فتره وما كانش واخد باله لانه chest pain ما كانش جاله قبل كده غير يوميها بس. Otherwise he was functionally doing well, ما كانش بيشتكي وبيعمل يعني exertion كل حاجه كانت كويسه. فواضح ان الحاجه اللي جدد جديد هي mainly في ال LED وحط حطيت تو وايرز في ال LED وال diagonal وبدأت أعمل pTCA mainly في ال LED ب just small balloon عشان أشوف non thrombus واتجهت إن أعمل stenting direct الأول في ال LED وأفويد إن أنا أعمل حاجة في ال diagonal وأشوف الدنيا هتمشي إزاي in hope إنه لو ال diagonal مشي preserved خلاص لكن لو كان طبعا affected أو حاجة خلاص I will have to intervene يعني I opted for provisional stenting. We mainly off on the ostium بتاع ال LED avoiding ال ostium بتاع السير عشان not to complicate أو خليها more complex تقلب ديكي كروش أو two stent technique في ال left main. اللي بعده عملت post dilatation لل stent عشان اتاكد ان هي تبقى ما فيهاش مشكله وقبل الدياجونال ب 3.75 يعني اي ثينك
وده كان اند ريزلت باين ان في زي ثرومبس خفيفه في بدايه الدياجونال بس مش فيها تيمي 2 تو 3 فلو. فخليت البيشنت على ميلي على جلايكوبروتين 2 بي 3 انهبيتور فور 48 اوف فور 24 اورز just to keep the diagonal the patent. واكتفيت ان انا اعمل بس ال LED بحيث ان انا هو ده كان المين ايشو بالنسبه لي انه ال LED يفضل patent. وفي other views باين ان احنا طلعنا بالاوستيم بتاع السيرك ان هو زي ما بدانا بيه it was not يعني كان ال LCX بيملى تيمي 3 ما كانش فيه مشكله خالص. I think في view بعد كده بشوي لو انت جبت view تاني مفيش اوكي okay. كان في فيوز بينت ان السيرك از دوينج ويل يعني انه هو زي ما بدأنا زي ما خلصنا بيه. طيب هو السيرك يا شريف ايفنتشولي هيحتاج حاجه هيبقى ايه البلان بتاعك؟ البلان بتاعي هيبقى تو مبدئيا لازم ايفز جايدد انترفنشن ليفت مين وهيبقى غالبا تو ستاند تكنيك لانه يعني ال LED ده اكيد ديزيز ده اكيد واصل للديستال ليفت مين فهيبقى غالبا تو ستنت تكنيك. انا عشان كده اتعمدت ان الستنت بتاعت ال LED ده ما تبقاش داخله بحيث ان لو احتجت بعد كده اعمل اوفرلاب هيبقى بعد ال LCX اوستيوم. اي ثينك تي ستنتنج وود بي جود لان هو كمان السيرك طالع الانجليشن بتاعته انجل كويس يس فيري جود تو تي ستنتنج اوكي. انا قلت له فهمت البيشنت وكل حاجه بس هو قال لك لا انا عايز امشي ميديكال تريتمنت دلوقتي واشوف ولو حصل ان هو جاله تشيست بين هو خرج كومبليتلي اسيمتوماتيك ولو فهمناه ان هو لو حس باي تشيست بين او اي بروبلم هيجي عشان نعمل له سيرك ليفت مين. اوكي تمام اوكي شكرا شريف. هيك شايف حاجه يتعمل في الدياجونال ولا اتس فاين بالمنظر؟ لا 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 فاين اي وود ليف ات لايك ذات. حياتك كنت هتعمل ليفت مين ولا كنت برضو حياتك تفضل؟ لا كنت هحاول اخليها less complex طبعا. لا less yes. complex اصلا انت لو عملت ليفت مين يبقى انت دخلت في قصة السيرك كمان ويعني you will make it very complex. Yes. This is fine. بس هو الـ ECG changes دي سببها ايه؟ سببها الدياجونال في most probably. دياجونال بالضبط. Yes. بس ما قدرتش ان انا اعمل دايجنال ونقول ال اي دي فهتقلب بايفوركيشن. قلت اي هوب انه تنتهي ال اي دي والدايجنال يفضل بيتر. تيمي 3 فلو از فاين خلاص. يس اوكي شكرا يا شريف. ميرسي لحضرتك دكتور محمد. ميرسي خالص. شكرا لحضرتك يا شريف. انا مع دكتور فؤاد بكلينيكال داتا توز ا مين بيشنت 49 يير اولد هيفي سموكر. Presented with typical chest pain of 1 hour duration, and he was vitally stable. And this was his ECG showing sinus rest, right bundled trench morphology with ongoing ST elevation and anterior leads. Evident indeed V3 and V4. شوي صوت فانكشن والانست اوف بين جه الساعه 1 ونص او حاجه ما شابه يعني صباحا على 8. ايوه دكتور محمد قول اوكي هي الاستراتيجي. انا دخلت لانس كاميرا الابروتش قلت هبدا بالدياجنوستيك رايت وبعد كده يو ويل بروسيد ان شاء الله الجايد ليفت لان احنا عندنا الاي سي جي ايفيدنس يعني is very يعني suggestive طبعا ان ده يكون ال اي دي انجري سيفير فوكال استينوزس كده في الميد ار سي اي سامبل ليجن صراحه ان شاء الله يبقى دوبل وذ بي سي اي واي اي بروسيدد للجايد ليفت نيكست ياب شوي كان الاونلي جايد افيلبل كجاكن ليفت ات ونص طبعا فهنا كان بان ان انا عندي سيفير سب توتال اوكلوجن ال LED yes. عند خروج ال Areocranial View بس كان في تيمي فلو 3 بس occlusions و infarctions. ال CX برضو كان في كده زي ما حضرتك شايف حوالي 80% stenosis في ال second OM yes. بالظبط فيعني برضو and it's a focal disease برضو ف I decided ان شاء الله ان هي ايه يعني
اما medically managed يا اما نبروسيد تو بي سي اي مع الار سي اي. اخد راي حضرتك فيها. Why proceeded to PCI with LED? The wiring, it was easy. كان معنا ال PT2 the only available wire. Parked distally. Next step showing. حسيت ان lesion is very severe and needs a preparation. فدخلت البالون for pre-dilation وكانت ال only available size للأسف 2. كان 20 على ما أذكر يعني. فاستخدمتها وحاولت ان انا اطلع at high pressures. Next step showing. كل دي صور ال diagnostic. Okay. اوكي دي البالون في صوره 8 وده الريزلت في صوره 9 بعد الهاي بريشر انفليشن باكبر بالون افيلبل ات ذات تايم. فا يعني انا ساعتها اي ديسايد ان انا محتاج ستنت حوالي 3.5. كنت صورت اوريدي كده صوره علشان اشوف اللينث اوف ذا ستنت بس اونلي افيلبل 1 و 3 3.28. فاستخدمتها وحاولت ابارك طبعا ابروكسيملي في هيلثي سيجمنت وكان في عندي كده بعض الاستينوزز ابيرنتلي هيلثي سيجمنت برضو عشان امينيمايز يعني الاماونت اوف ميتال لانه عنده ديفيوز ديستال ديزيز از ويل برضو. الحمد لله الصوره 12 بينت ان الامور ار فاين يعني ديستالي ما حصلش ايدج دايسكشن او مشاكل لكن بروكسيملي انا كنت حاسس ان احنا محتاجين طبعا نكبر السايز اوف ذا سكانت جيفن ان هو ده بيج ال اي دي يعني اتس ابروكسيمال ليجن يعني. فاستخدمت نون كومبلاينت 3.5 كانت 20 على ما اذكر يعني او 15 في صوره 14 باينه مع حضرتك. نكست ستيب شوي هو الديزيز طبعا ال دي بعد كده ال LED diffused disease ديستري الصراحة yeah. وكان في segment of disease بعد ال site of occlusion بس الصراحة يعني my plan was ان انا minimize the amount of metal الصراحة okay. given ان ده برضو ما كانش يعني functionally significant يعني around 40-50% stenosis you can re-evaluate it لما تيجي تعمل ال right I think بالظبط كده هو انت شايف الصورة 15 طبعا ال OM ده very critical ها الصوره 15 بالظبط ما هو انا البلان بتاعتي كان ان انا اعمل بي سي اي للار سي والـ OM بالظبط وتصور ال LED او تعمل له اف اف ار اند تو تشيك ذس اريا اللي هي بعد اوكي تمام أوكي. شكرا جزيلا تمام شكرا لك شكرا دكتور فهد الحالات بعد كده معانا دكتور احمد سمير هو هيدخل حالا دلوقتي معلش بس دكتور احمد سمير هو كان بيمر في العيا الصراحه بس هو قال لي هيدخل حالا انا قفلت معاه لسه معلش
وفي حد تاني غير احمد؟ لا يا دكتور، هو الثلاث حالات يا دكتور احمد سمير. علشان هكلمه تاني. السلام عليكم، انا اسف على التاخير. انا اسف. اتفضل. اول حاله مع دكتور احمد سمير، ذا مين بيشنت 40 يير اولد هيفي سموكر، كان بريزنتد تشست بين اوف 2 اورز ديوريشن، واز فايتالي ستيبل ات بريزنتيشن. This was his ECG showing sinus risk with ST elevation lead 2-3 and EVF with ST elevation alternate B5 and B6. ST depression is B1 to B3 denoting infraposterolateral stem. The patient was admitted, transferred to the gastroc with Dr. Ahmed Samir. صراحة هو العين ده كان تشالنج، ان احنا اعتمدنا على رسم القلب ان هو هيطلع ليفت سيستم كالتريت، علشان ده اتعمل في الايرا اللي ما كانش عندنا فيها حاجة بتعمل انترفينشن سترايت كورونري. اوكي، والحمد لله ان احنا كسبنا التحدي علشان ما نتفضحش، فكان الرايت كورونري بتاعه نورمال. نيكست، دي جايدنج جوتكنز ليفت، لقينا فعلا ان هو الاي في ترونك بتاعه اوكلودد توتالي، وتقريبا الصراحه بقيه الفيسلز بتاعته كانت ريليتيفلي كلين. هو كان الريسك فاكتور الوحيد بتاعه سموك. نيكست، نيكست يا شباب، احنا عملنا وايرنج ببي ام دبليو، بعد كده دايليتد ببالون 220. صراحة بعد ما دايليتد ظهر ان احنا في عندنا او ام كبير كده من فوق. I was between ان انا اسحب الواير واحطه فيه، بس انا ستيل علشان الثرومبس بيردن كان كبير ما كنتش عارف اللي تحت ده probably ان هو يكون حاجة كبيرة برضك هو كمان. فا I opt ان انا اسيب اللور واير واخدت another wire into the higher posterolateral او او ام branch. I dilated over both. Okay. Then I selected the higher one to put the stent to قلت همشيها provisional واخد طول كفايه ما هو يخليني اعمل بط. Next. I assume this was a 3x38. Next. And that was the final image. Yes. بتهيألي مقبولة بيه. 13 أخبارها إيه؟ Pre-stent. في بلاك pre-stent كده. Yes، هو حتى هي باينة في 11 كمان. ودي كانت باينة actually من الدياجنوستيك إن السيركمفلكس الجزء العلوي بتاعه كان في مايلد مودريت بلاك كده. بس بصراحة أنا ما كنتش عايز أخد له 2 stents، فما كانش هيبقى يعني بالنسبة لنا حاجة. إحنا دورنا على الـ region اللي كان relatively healthy بعد الـ atrial branch اللي هو بيطلع towards upwards ده. تمام. We selected this as our proximal landing zone. أوكي. تمام، فاين. مش كويس رأيين. مش كويس قوي الحمد لله. والبرانش اللي تحت كويس جدا ما فيهوش مشاكل. الحمد لله الحمد لله. كان تيمي 3 هو كان يعني في اوله خالص بان ان هو في there is minimal pinching versus انها تبقى residual thrombus، بس كان تيمي 3 واكشوالي الاي سي جي بتاع العيان ده البوست كان very reassuring. تمام، اوكي، شكرا. العفو يا فندم.
Dr. Ahmed, the next case. A young male, 28-year-old, a smoker, known occasional smoker, were known to be diabetic on oral hypoglycemic drug. Where can the patient had chest pain of 1 week duration that was on and off and presented with ongoing chest pain. That was his ECG showing sinus res. Minimal ST elevation anterior precordial leads with Q waves. Yes. Okay. هو شاب 28 سنة بيشتكي من pain كان فيه features with typicality and features against. هو كمان obese body mass index بتاعه هيبقى in the range of 42-43. فللأسف الشديد كمان رسومات القلب كانت بتمخولنا جدا لأن هو كل حد بيعمل له رسم قلب بينقي الحتة اللي يعرف يلزق فيها electrodes فكان في عندنا deviations ساعات يطلع لنا أراد ساعات ما يطلع لناش فبصراحة we opted إن إحنا نبص عليه بصة إيكو لما لقينا إن هو عنده حتة من الأبيكس hypokinetic appreciating and respecting the very very young age قلنا لا هندخله immediately ففعلا اشتغلنا الساعة واحدة صباحا next احنا كنا رايت راديال ولقينا ان الرايت كورونري ارتري بتاعه الحمد لله زي الفل السيركمفلكس اند بيت واز هيوج سيركمفلكس كان جميل انما لقينا فعلا ان احنا في عندنا ميدال دي سمثينج ذات نيد تو بي فيكس نيكست نيكست ف appreciating ان 28 سنه ده مش هيبقى عنده كالسيوم خالص احنا قلنا نحاول ان احنا نقلل المانيبيوليشنز وي اوبتد فور دايركت ستنتنج اوكي وخدنا ذا شورتست سفيشنت ميتال لينث انا كان صعبان عليا قوي انا كنت بقى يعني ناقص اديله مصاصه واحنا بنشتغل هو الريسك فاكتورز كانت ايه؟ مودي يعني ماتير اونست دايابيتس آه. وهو بيقول ان هو يعني ايام الشقاوه الثانويه العامه كان ساعات بيدخن مع اصحابه يعني انما هو مثلا okay. اخر مره حط سيجاره في بقه maybe more than family history مفيش family history ولا ما كانش في عنده الصراحه يعني significant family history انما هو healthy the only thing that I have شويه الاوبيزيتي وشويه الدايابيتس تمام next انا مش فاكر دي كام بس تقريبا 3.5-18 يا بشوي help me please الستنت 3.5-23 واللو كومبلاين 3.5 صغيره اوكي فحطينا الستنت بس بصراحه بعد كده appreciated ان البروكسيمال بورت بتاعها محتاج يكبر اكتر فخدنا نون كومبلاينت اوكي نيكست كنت نفسي يعني اطلع له بحاجه نظيفه علشان اقلل اي ريسك ان هو يرجع لنا تاني قريب على الاقل ان شاء الله الحمد لله هي دي للاسف الجايدنج خرجت بره شويه ودي كانت اخر صبغه معايا اوكي بس انا كان ضميري مستريح قلت لا انا مش هفتح فايل صبغه ثانيه علشان نعمله كمل نيكست اوكي اخر حاله يا دكتور كان male patient 48 heavy smoker can presented برضو ongoing chest pain onset 3 hours duration his ECG showing the anterior ST elevation myocardial infarct الرايت كورونري بتاعه كان سخيف في الانجيجمنت اوكي فاكتشوالي حتى يعني احنا في ال اي او ما كانش سهل ان احنا نعرف نصطاده قالنا لما جت لاترال هو كايند اوف حاجه انتيرير ودي قسطره من النوع الغلس اللي ما بيلفش حاجه تشاينيز ميت كده فبصراحه سخيفه جدا فلما خدنا الصوره دي ولقينا الدنيا كويسه العيان كان انسيفين واجوني I felt comfortable وسويتشت على طول على الجايد اوكي هو الراجل كان في عنده some tortuosity برغم ان هو 48 سنه بس هو slim fit وكان عنده شويه tortuosity ناحيه الإليك ف
كمان مع يعني poor made catheters engagements بتاعت كل حاجة يمين وشمال actually كانت غلسة. احنا even في left side خدنا الصورة non-selective وبعد كده stopped كده fished for the coronary بالواير وبعد كده عدلت نفسي على ال على الواير into the culprit vessel. هو طلع عنده long LAD lesion وايرد الأول وحتى دخلنا diagonal وبعد كده dilated صراحة وأنكرد على ال dilating balloon علشان أعدل الأسطرة. Next. بعد كده لما عرفنا فين بالضبط التراك بتاع ال LAD عدلنا الواير بتاعنا. الأسطرة مش في أحسن وقت. الأسطرة مش كانت ما كانتش مستريحة خالص. Yes. بالرغم ان هي واخدة كيرف واسع يعني المفروض تتشد كده بس هو كان اي مانيبيوليشنز في الأسطرة بتطلع السيستم كله بتنطره بره علشان الليميتيشن تورتشواسيتي اللي في الاي دي اكس تحت. Next. انا كان في البدايه خالص في الحقنات النون سيلكتيف كان باين ان السيركمفلكس افي ترنك واو ام دول حاجه شويه كانت يعني قلقاني بس بصراحه بعد كده حسيت ان الاي في ترنك بروكسيمالي اتس ا مايلد بلاك. الحاجه اللي ممكن تكون ان رينج اوف 60 70 هي اول حته من الاو ام دي. اوكي بس بعد كده يعني قلنا ممكن ان شاء الله تمشي على ميديكال ثيرابي. النقطه كانت التشالنج ان احنا ما عندناش جود landing zone proximally في LAD. LAD كان وحش من أوله خالص okay. early from its ostium. إنما الـ angle nearly 90 بتاعة الـ origin of the circumflex helped us إن احنا نعرف نجيب view زبطنا كده حاجة modified ما بين epicodal right codal تبين لنا فين الـ ostium بالضبط بحيث إن احنا نحط الـ stent flush ostium تسبيرس ان احنا نعمل حاجه بتاعت left main intervention في وجود السيركمفلكس that may need soon future intervention. Next. احنا هنا حطينا الستنت خلاص. الحاجه الظريفه ان لو حضرتك معايا بقيه ال LAD هو diffusely diseased بس ما كانش فيه مشاكل. لا يعني ال LAD من تحت الدياجونال الكبير اللي احنا كنا دخلناه ده كويس. أول بقى ما عملنا في رقم 10 نون كومبلاينت بالون في الاوستيال ال اي دي على هاي بريشر. نيكست. بص حضرتك ال ال اي دي بقى سباستيك جدا. لو شفت الواير هي يس احنا بريزيومد كده انا اديت ترايديل وحاجات وبدات ان انا اقلل الواير شويه بشويه علشان بس اطمن ان دي مجرد فانكشنال سبان. ولما اطمنت عليها صورة رقم 13 انا شلت الواير بس انا كده كنت فعلا يعني very comfortable ان ده spastic reaction من الاريتيشن بتاع الhigh pressure inflations ويعني ما حبيتش ان احنا بقى ساعتها نباي مو ترابل. لما اطمنت عليها الحمد لله الراجل ده نعمة من ربنا for the early presentation and the quick fix. هو خارج بnormal echo without any evidence of full motion abnormality والECG بتاعه reset into normal shape shortly بعد ما خرجنا الحمد لله. Okay. It was just spasm الحمد لله يعني. الحمد لله تمام. شكرا يا احمد. شكرا. العافية يا فندم. شكرا لك. خلاص يا بيشو؟ خلاص يا دكتور. Okay. Thank you. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور محمد. شكرا جزيلا. شكرا.